هو انت مبسوط؟ هي دي الصورة اللي انت كنت رسمها في عقلك يعني قبل ما نتجوز؟ اللي في حاجة تقطعت تحت. ايه السؤال مش فاهم؟ يسعدك يا هناكي. ابتديت افهم الموضوع مش سهل ابدا. عشان تعمر لازم تفوت. هو في ايه يا هناء؟ اسال نفسك. في ايه اللي بيحصل؟ لا وكمان ما بتردش عليا. طب ما انا كلمتك مليون مره وانت ما ردتش عليا. انتوا واخدين عين محترمه من ساعه ما اتجوزتوا. انتي بطله. بس علاقتكم حلوه. تصرفاتك بقت غريبه قوي يا ادهم. وانتي برضه مش عارفه. وطي صوتك. امك ايه اللي اتجننت؟ انا عايزه اتطلق وانا بكامل قوايا العقليه. ايه يا حبيبتي؟ ايه اللي حصل؟ ده جزاتي يا نادين. انا عايز كده تبقوا مبسوطين. هو انت مبسوط بجوازنا بحياتنا؟ انتي مبسوطه؟ الهرشه السبعه على NBC دراما وشاهد رمضان يجمعنا.